الاسماك الاستعماليه والافراط في تبليغ خاصه في الجزر. ونحن مقبلون على الفترة الصيفية أين يزداد الطلب على الماء، ارتأت المديرية العامة لجزائر المياه إلى تنظيم ملتقيات مع فعاليات المجتمع المدني ومع الأسرة الإعلامية باعتبارها شريك فعال وحلقة وصل بيننا وبين المواطن. ونظرا للدور الكبير التي تكتسيها الخدمة العمومية للماء الشروب وعلاقتها بالحياة اليومية للمواطن، حيث أنها لها أثر مباشر في تحسين ظروف معيشته. خلال هذه السنة راح نعمل بكل التطبيقات التي وضعتها الجزائرية المياه لفائدة مواطن الكريم، وذلك لتسهيل الأمور اليومية من خلال سواء الاستفسار عن كل ما هو يتعلق بنقص المياه أو نقص الضغط أو كذلك تسربات المياه، وكذلك تسمح له هذه التطبيقات بتسديد الفواتير.